السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس ورياض الوطن العربي، طلاب الأول ثانوي العلمي، مادة علوم الأرض والبيئة. نحن بلشنا في الفصل الثاني اللي هو موارد الطاقة والمشكلات البيئية. في الفيديو السابق عرضنا موارد الطاقة والمشكلات البيئية، عرفنا مفهوم موارد الطاقة بشكل عام، كمان حكينا بأن موارد الطاقة تقسم إلى متجددة وإلى غير متجددة. حكينا موارد الطاقة المتجددة هي موارد لا تنضب إذا استغلها الإنسان بأسلوب معتدل بعيداً عن الإسراف. طبعا هذا الحكي اللي حكيناه نحن شرحناه وخططناه على الكتاب، بس عم نعمل لك مراجعة سريعة. كمان حكينا بأنه لما نحكي عن موارد متجددة معناته أنا بحكي زي الشمس، زي طاقة الرياح، زي طاقة المياه. تاني شيء احنا حكينا كمان عن الموارد غير المتجددة، وبلشنا في الحديث عن الوقود الأحفوري نحن المرة الماضية. كذلك الأمر في عندي من صور الموارد غير المتجددة، الغاز الطبيعي والنفط. في البداية تحدثنا عن الشمس وحكينا بأن الشمس هي من أقوى مصادر الطاقة المتجددة، هي المصدر الطاقة الرئيسي للأرض. شو سبب الطاقة يلي بتتكون عندنا في الشمس؟ نتيجة حكينا لسلسلة من تفاعلات الاندماج النووي، أوكي؟ وحكينا في تفاصيل هذا الموضوع المرة الماضية. كذلك الأمر تطرقنا إلى موضوع الوقود الأحفوري، حكينا بأن الوقود الأحفوري بيتواجد أو من الصور اللي بيتواجد عليها إما على شكل نفط أو على شكل غاز طبيعي أو على شكل فحم حجري. لكن الشيء اللي ركزنا عليه انه الوقود الاحفوري بيتواجد على شكل مواد هيدروكربونيه صلبه. تحدثنا المره الماضيه عن الفحم الحجري، تحدثنا عن الصخر الزيتي، وتحدثنا على رمل القار. عرفنا كل واحد منهم كيف الاليه اللي بيتكون فيها. طبعا عرفنا كمان بانه الفحم الحجري 92% من احتياط الوقود الاحفوري العالمي، وانه اهميه الفحم الحجري اكثر طبعا من الصخر الزيتي ومن رمل القار. تعرفنا على المواد الهيدروكربونيه الموجوده في الصخر الزيتي اللي هي اسمها الكيروجين، المواد الهيدروكربونيه الماده الكربونيه عفوا الموجوده في رمل القار اللي هي بحكي عنها البيتيومين، الماده العضويه، وتحدثنا عن تفاصيل ذلك في الفيديو السابق. بعدين بدأنا بالحديث عن المشكلات البيئية، تناولنا مفهوم الاستنزاف الموارد الطبيعية، عرفنا مفهوم الاستنزاف، حكينا بأنه هو الاستغلال العشوائي غير المحسوب للموارد الطبيعية. طبعا نتيجة لهذا الاستنزاف بيترتب عليه كثير من المظاهر. من مظاهر هذا الاستنزاف اللي هي نقص التنوع الحيوي، حكينا نقص التنوع الحيوي من أسبابه قطع الغابات والحرائق والرعي الجائر، وآخر شيء تناولناه في المرة الماضية اللي هو التصحر، أوكي؟ اليوم بدنا نتحدث عن استدامة الموارد الطبيعية. لما نحكي استدامة الموارد ماذا نقصد بمفهوم استدامة الموارد؟ استدامة الموارد يعني الموارد يلي أخذناها في الفيديو السابق، هاي الموارد زي الوقود الأحفوري، زي الموارد الغير المتجددة اللي أخذناها في الفيديو السابق، خصوصا الموارد غير المتجددة. هاي الموارد كيف من الممكن أنه أستخدمها وألبي حاجاتي منها من دون أنه أنا أستغلها بحيث ما يأثر على كميتها في المستقبل؟ هلا هي موجودة، كيف أنا أخذ هاي الموارد وأستغلها، أني أنا أستخدمها، لكن بالمقابل استخدامي لإلها ما يأثر على طريقة وجودها في المستقبل أو على كمية وجودها في المستقبل؟ فهذا كله مفهوم شو؟ مفهوم استدامة الموارد الطبيعية. كمان في مفهوم آخر بدنا نتعرف عليه اللي هو التنمية المستدامة. ماذا نقصد بالتنمية المستدامة؟ يعني أنا بدي أعمل موازنة ما بين استخدام الموارد الطبيعية لتلبية حاجاتي الأساسية والكمالية والمحافظة على كمية هذه الموارد ومخزونها. إذا شو يعني تنمية مستدامة؟ هي موازنة ما بين استخدامي لهاي الموارد وما بين أني أنا أحافظ على مخزونها، على وجودها، على كميتها في الطبيعة، أوكي؟ طب كيف بدي أنا أحقق هاي الموارد؟ كيف بدي أحقق استدامة هاي الموارد؟ أول شيء اللي هي استدامة موارد الوقود الأحفوري. كيف بدي أتبع استدامة موارد الوقود الأحفوري؟ أول طريقة من هاي الطرق اللي هي الحفاظ على موارد الوقود الأحفوري.
كيف بدي احافظ عليها؟ ببساطة بتقليل اعتمادي عليها، زي مثلا استخدام المواصلات العامة، بدل من انه كل واحد يطلع الصبح بسيارته على الشغل، لا انا ممكن استخدم المواصلات العامة، انا هون بوفر في مصادر الطاقة. كذلك الامر من الممكن باستخدام التوقيت الصيفي، التوقيت الصيفي هو يعتبر من احدى الطرق المتبعة للحفاظ على موارد الطاقة بشكل عام. كذلك الامر مثلا استخدام السخانات الشمسية عوضا عن الكهربائية، اوكي. كذلك الامر بالاضافة للحفاظ على موارد الطاقة، في عندي التوجه الى استخدام الموارد المتجددة. زي شو الموارد المتجددة؟ زي اني انا استخدم الطاقة الشمسية، زي اني استخدم طاقة الرياح، زي اني استخدم الطاقة الحيوية. انا بدل ما اعتمد مثلا زي الطاقة الشمسية، انا ممكن استخدم السخانات الشمسية، بدل ما اني انا اضلني معتمدة على الكهرباء وهي ناتجة عن استخدام الوقود الاحفوري. طب انا كيف بدي استخدم؟ بروح بستخدم مواد غير قابلة للنفاذ، او موارد متجددة، هي من اشكال المهمة لاستدامة موارد الوقود الاحفوري. اوكي، إذا استدامة موارد الوقود الأحفوري أول شيء، اللي هي الحفاظ على موارد الطاقة. اثنين، التوجه إلى استخدام الموارد المتجددة وغير قابلة للنفاذ. ثلاثة، رفع كفاءة تحويل الطاقة. كيف هاي؟ شو يعني رفع كفاءة تحويل الطاقة؟ يعني مثلا أنا علشان أولد طاقة كهربائية من حرق الوقود الأحفوري للحصول على حرارة، يعني أنا عشان أولد كهرباء، كيف بدي؟ من خلال اني انا احرق وقود احفوري فبحصل على حراره، هاي الحراره بتساعدني علشان انا اشغل توربينات معينه، هاي التوربينات وظيفتها انها بتولد عندي كهرباء. طبعا هاي العمليه لما تحدث فيها فقد للحراره الى المحيط الخارجي، فانا هون كفاءه تحويل الطاقه عندي صارت منخفضه، فانا بدي ارفع من كفاءه تحويل الطاقه. الطاقة هاي اللي بتطلع ناتجة من اني لما ارفع من اني احرق الوقود الاحفوري علشان يعطيني حرارة، علشان هاي الحرارة تحرك عندي توربينات، عشان هاي التوربينات تعطيني طاقة حرارية، هاي فيها هون عملية فقد للحرارة إلى المحيط الخارجي. فأنا لابد من أني أنا أرفع من كفاءة تحويل الطاقة من شكل إلى آخر علشان أعمل عملية استدامة للوقود الأحفوري. من أهم الأمثلة على موضوع ترفع كفاءة تحويل الطاقة اللي هي المباني الخضراء. شو يعني مباني خضراء؟ هي مش مباني لونها أخضر، لكن لما بدي أحكي لك مباني خضراء أنا بقصد إن هي مباني بتراعي المحافظة على الموارد البيئية في كل مرحلة، من ناحية البناء، من ناحية التصميم، من ناحية التنفيذ والتشغيل. طب كيف بيتحقق ذلك؟ يعني مثلا هذا المبنى بيستخدم نظم ترشيد استهلاك الطاقة، هذا المبنى بيستخدم الخزانات الشمسية، هذا المبنى بيستخدم مواد عازلة. طبعا المواد العازلة بتفيدني في موضوع التدفئة وفي موضوع التكييف، يعني في الصيف وفي الشتاء. هذا المبنى بيعيد استخدام المياه، عنده مبدأ إعادة تدوير لهاي المياه، المية مش بيستخدمها استخدام واحد مثلا وخلص بيكبها، لا، في مبدأ إعادة الاستخدام. كمان هذا المبنى مثلا بيستخدم أسلوب الحصاد المائي. ماذا أقصد بالحصاد المائي؟ الحصاد المائي إنه مثلا الدنيا شتت، الشتاء هذا مثلا نزل عندي على السطح، على أسقف البنايات، هاي أسقف البنايات بتكون متصلة بقنوات مي، قنوات المي هاي بتروح مثلا على بير، يعني كل المي اللي بتنزل عندي على سطح هذا المبنى من خلال هاي القنوات بتروح تتجمع بالبير. المية المطر يلي اتجمعت عندي بالبير أنا ممكن أستخدمها لري المزروعات، ممكن أستخدمها إني أنظف فيها سيارات. هذا النظام بسميه نظام الحصاد المائي. إذا لما أحكي مباني خضراء، هون لما نحكي مباني خضراء انا بحكي انه هاي المباني بتراعي مبدأ المحافظة على الموارد البيئية. اذا اول شيء استدامة الموارد الوقود الاحفوري، ثاني شيء استدامة الموارد الفلزية والغير الفلزية. هلا لما احكي لك الموارد الفلزية وغير الفلزية، هي موارد قابل انها تنفذ اذا استخدمت بطريقة همجية، اذا تم عملية استنزاف لهاي الموارد باعتبارها موارد، هي طبعا موارد غير متجددة، من الممكن انها تخلص. كمية الألمنيوم الموجودة محدودة، كمية النحاس الموجودة بالعالم محدودة،
بالكتاب موجود محطوط جدول فيهاتهم انه الومنيوم، النحاس، الغاز، النفط، الغاز الطبيعي، وانه متوقع باي سنه بانه راح من الممكن هاي الموارد انها تنفذ، طبعا هو في المستقبل القريب جدا. هلا انا اللي بيهمني كيف انه انا من الممكن احافظ على هاي الموارد، اني اعمل لها استدامه، الموارد الفلزيه وغير الفلزيه، بثلاث طرق. أول طريقة اللي هي تقليل الحجم، تقليل الحجم، كيف بيتم ذلك؟ تقليل حجم مواد التغليف، الأوعية، إني أنا أقلل أكبر قدر ممكن من استخدام هاي الموارد، أوكي؟ كذلك الأمر إعادة الاستخدام، إنه هاي الموارد، النحاس، الألمنيوم، إني أنا مش استخدمته مرة واحدة وخلص بكبه، لا، أنا بإمكاني إني أرجع أعيد استخدامه في أماكن أخرى، في منتجات أخرى، للحصول على منتجات أخرى. إعادة الاستخدام قريبة من فكرة التدوير. هلا شو يعني تدوير؟ ماذا نقصد بكلمة تدوير؟ تدوير يعني إعادة استغلال ما تلف من منتجات الموارد الفلزية، من منتجات الموارد الفلزية وغير الفلزية. يعني أنا مثلا أنا في عندي نحاس، في عندي ألمنيوم، في عندي باب ألمنيوم، هذا الباب عاش عندي مثلا بالبيت لمدة 10 سنين، 15 سنة، اتطعش لسبب ما، صار فياته إشي معين، مش بمسكه بكبه، لا. في ناس معينة مختصة بتاخد هاي الموارد، تاخد هاي المنتجات عفوا، وبتعيد استخدامها. هو مش انه صار فياته خلل معين، اوكي، هلا هو كباب بطل يفيدني، كباب صار مطعوج، صار فياته خلل معين، اتكحت، انهار من جهة معينة، صار كباب غير صالح. لكن هذا الباب لو انا اخذته وقطعته لقطع صغيرة، وهاي القطع استخدمتها في انتاج منتج اخر، بالعكس، هو يعني اني بحصل على منتج رهيب جدا. اذا التدوير هو ايضا من الطرق المتبعه للحصول على استدامه الموارد الفلزيه وغير الفلزيه. في عندي كمان اخر نقطه اللي هي رفع النمط الاستهلاكي وتغييره. شو يعني رفع النمط الاستهلاكي؟ هلا في ناس عندهم فكره انه مثلا كل 5 سنين لازم يغيروا على عفش البيت، على الرغم انه عفش البيت اللي بيكون متواجد عندهم نظيف، ونظيف بمعنى بانه جيد للاستهلاك، بانه احسن ما يمكن. انا في عندي ثلاجه، هاي الثلاجه رحت بدي ابدلها، على الرغم انه انا ثلاجتي القديمه هي ثلاجه بتشتغل وضعها تمام التمام. هذا النمط الاستهلاكي للاسف الشديد موجود في كثير من المجتمعات، في كثير من الافراد. هذا النمط الاستهلاكي يجب انه يتم الغائه علشان يتم تحقيق استدامة الموارد الفلزية والغير فلزية. هلا بدنا ننتقل لموضوع اخر، الا وهو التلوث البيئي. هلا اكيد التلوث البيئي ناجم على الانشطة البشرية. هلا في عنا انشطة طبيعية، لكن الانشطة الطبيعية لا تقارن بالانشطة البشرية من ناحية العدد. هلا الأنشطة البشرية، الزيادة في عدد السكان وما إلى ذلك، بيعمل عندي تلوث بيئي. هلا أول شيء، ماذا نقصد بالتلوث؟ التلوث هو دخول مادة كيميائية، كيميائية زي عناصر معينة، زي أيونات معينة، وهي الأيونات ممكن تكون عندي ضارة، سامة، مضرة في البيئة بشكل عام. مجرد دخولها للبيئة بتعمل عندي تلوث. كذلك الأمر، أو حيوي، حيوي يعني مثلا ما أحكي عن تلوث المية، كمان شو رح نحكي عن تلوث المياه هون، حيوي زي دخول البكتيريا، الفيروسات، الفطريات، أو فيزيائية، أو طاقة إلى أحد عناصر البيئة اللي هي الماء والهواء والتربة. هلا من أهم أنواع التلوث البيئي، أول نوع من أنواع التلوث اللي بدنا نحكي عنه اليوم، يلي هو عفوا اللي هو تلوث المياه. ماذا أقصد بتلوث المياه؟ هو إضافة أي مواد، أو هون إضافة أي مواد أو طاقة يمكن أن تغير في الخصائص الفيزيائية والكيميائية أو الحيوية للمي. كيف تتغير عند الخصائص الفيزيائية؟ الفيزيائية بتتغير إنه أنا صار في عندي لون لهاي المية، صار في عندي رائحة كريهة لهاي المية، هاي المي كثافتها تغيرت عندي، هاي كلها من الملوثات الفيزيائية، بحكي عنها بإنه هاي المي ملوثة فيزيائياً. بينما كيميائية اللي هي دخول تركيز أيونات معينة فوق الحد المسموح فيه، أوكي؟ كذلك الأمر لما أحكي هون حيوية، حيوية كذلك الأمر قلنا بكتيريا، فطريات،
هلا كمان شوي رح نتعرف على كل وحده من هدول على حده. المهم تجعل الماء غير ملائم للاغراض التي كانت تستخدم فيها قبل التلوث. هلا شو مصادر تلوث المياه؟ اما بتكون عندي تقسم عندي الى قسمين، اللي هي مصادر تلوث مياه نقطيه، طبعا هي المصادر التي يمكن تحديد اماكنها. نقطيه يعني انا مثلا عارفه بانه هذا مثلا من المصانع، بما اني عارفه شو مصدر تلوث هاي الميه من المصنع معناته بحكي عنها نقطيه. هي تقسم طبعا الى قسمين، نقطيه وغير نقطيه. نقطيه انا عارف شو مصدرها، مثلا تكون عندي من المصانع، تكون عندي من المياه العادمه، تكون من محطات تحليه المياه على سبيل المثال. بينما غير نقطيه هي المصادر التي لا يمكن تحديدها من مكان معين. يعني لما احكي لك مثلا مياه جاريه، طب هاي المياه الجاريه من وين جاي بالضبط؟ هي جاي اكثر من تجمع، فانا مش قدراني احكم من وين جاي. هلا ممكن تيجي من مناطق زراعية، مياه جارية جاي من منطقة مصانع أو من المناطق السكنية، بس أنا مش قدراني أحدد بالضبط من وين جاي هاي المياه. أوكي، هلأ بدنا ننتقل لأول شيء، واللي هو رح في الفيديو هذا رح نقتصر في الحديث على ملوثات المياه السطحية. لما نحكي عن المياه السطحية أنا بحكي عن البحار، بحكي عن المحيطات، بحكي عن البحيرات، بحكي عن الأنهار. هلا ملوثات المياه السطحية من الممكن انها تكون عندي نقطية، اني انا قادر اني احدد من وين جاية بالضبط، او من الممكن تكون عندي مصادر مياه غير نقطية، يعني انا مش عارف من وين جاية. هلا شو هي ملوثات المياه السطحية؟ اول شيء اللي هي المواد المستهلكة للاكسجين. هلا نحن بنعرف بانه الاكسجين يجب انه يتواجد عندي في الماء بنسب معينه، وهاي النسب بتعطي ديمومه الحياه للكائنات الحيه اللي بتعيش عندي وين؟ في المياه. الكائنات الحيه سواء كانت عندي من اسماك مثلا او كائنات حيه نباتيه، المهم يجب انه يكون نسبه اكسجين معينه، نسبه ثاني اكسيد الكربون بنسبه معينه. هلا انا بدي احكي عن المواد المستهلكه للاكسجين، هي اي ماده موجوده في الماء يمكن اكسدتها، يعني تسمى مواد مستهلكه للاكسجين. طب زي ايش؟ هلا هاي المواد من الممكن تكون اما مواد عضويه، مواد عضويه يعني اصل نباتي او حيواني، مواد عضويه يعني بتحتوي عندي على كربون، اوكي؟ او بدها تكون عندي مواد غير عضويه. الغير العضويه عاده بتيجي من مخلفات المصانع. هلا هدول المواد التنين مستهلك للاكسجين، يعني مثلا وجود الحديد بالميه بنسبه عاليه من الممكن الحديد هذا مش الحديد بصدي، يعني شو يعني بصدي؟ يعني هو تاكسد، يعني تفاعل مع الاكسجين، اوكي؟ اذا بغض النظر شو كانت عندي مصدر هاي المواد المستهلكه للاكسجين عضويه ولا غير عضويه، لكن وجودها في الميه بيقلل من نسبة الأكسجين الموجودة في الماء، علما بأنه نسبة الأكسجين الطبيعية المعترف عليه فيها عالميا يجب أن تكون 6 ملي جرام لكل لتر. هذا إيش نسبة الأكسجين؟ تاني شيء اللي هي الأكسجين المستهلك حيويا، تقريبا نفس المواد المستهلكة للأكسجين، لكن هون لما أحكي حيويا أنا هون بحكي عن من قبل الكائنات الحية الدقيقة. هي هاي الكائنات الحية بتأكسد المواد المؤكسدة العضوية في الماء، أوكي؟ الأكسجين المستهلك حيويا تحت هذه الظروف مؤشر على درجة التلوث بالمواد العضوية. لما أحكي لك إنه أنا في عندي هاي المية فيها ملوثة بسبب إنه نسبة الأكسجين فيها قليل. طب لما تكون عندي نسبة الأكسجين فيها قليل معناته أن فيها مواد عضوية وغير عضوية أخذت هذا الأكسجين استهلكته. هلا لما نحكي عن الأكسجين المستهلك حيويا معناته أنا بقتصر في كلامي عن الأكسجين اللي هو اللي بيختص بس في المواد العضوية، معناته أنا بهاي المية بتحتوي عندي على كمية مواد عضوية عالية، معناته هاي المية شو مالها؟ ملوثة، درجة سميتها عالية. اوكي، هلا نحن خلصنا من المواد المستهلكة للأكسجين ومن الأكسجين المستهلك حيويا. هلا ثالث نقطة بدنا نحكي عنها اللي هي الإثراء الغذائي. شو يعني الإثراء الغذائي؟ الإثراء الغذائي المقصود فيه الوفرة في الغذاء، يعني أنا هاي المية بتحتوي على كمية غذاء كثيرة،
يعني بتحتوي مثلا على نسبة أيونات معينة زي النترات الفوسفات، نسبة أيونات معينة أو نسبة، هاي النسبة أكيد بتزيد من سمية المي لأنها تفوق الحد الطبيعي المسموح فيه. لكن بالمقابل هاي المواد أو هاي الأيونات يلي موجودة عندي في المي هي بتجعل المياه بيئة جيدة لنمو الطحالب، لنمو الكثير من النباتات المائية. أوكي؟ هلا اوريدي بانه الميه نظرا انه نسبه الايونات هاي فيها فوق الحد الطبيعي، معناته هاي الميه بعتبرها ملوثه. اذا زادت عن الحد الطبيعي بكثير بعتبر بانه هاي الميه كمان مش ملوثه، هي سامه. لكن بالنسبه لبعض انواع الطحالب، لبعض انواع النباتات المائيه، وجود هاي الايونات، وجود هاي هذا هاي الايونات بتركيز عاليه بيعتبر لها غذاء، يعني هي بيئه جيده. طبعا اكيد بينجم عن وجود هاي الطحالب ووجود هاي النباتات في المية بينجم عنها تلوث وزيادة الروائح الكريهة، ارتفاع اكيد سمية المياه، اكيد طبعا بتكون غير صالحة للاستهلاك البشري، غير صالحة للشرب. اكيد انا بتحتوي عندي على الكثير من الطحالب، الكثير من النباتات المائية، الكثير من المواد العضوية. أيضا وجود هاي الكائنات بيصاحبها برضه استهلاك للأكسجين، يعني بينخفض عندي تركيز الأكسجين في هاي المي. طلع كيف المي لونها خضراء في الإثراء الغذائي. رابع شيء اللي هي المواد السامة. طبعا المواد السامة عادة تنتج عندي من المصانع، إنه يعني كثير من المصانع بتتخلص من المواد الموجودة من نفاياتها بترميها بهالمية، بيكون في بحيرة جنبها، بيكون في نهر جنبها، بيروح بيرموا مخلفاتها للأسف الشديد فيها. طبعا بيكون كثير فيها مواد سميتها عالية. زي إيش؟ زي لما أحكي لك هون، في عندي رصاص، في عندي اللي هو الزرنيخ، السيانايد، والزئبق. هدول المواد درجة سميتهم عالية جدا، إذا دخلوا أجسام الكائنات الحية من الممكن، يعني إذا دخلوا جسم الإنسان من الممكن يؤدوا إلى القتل إذا كانت تركيزهم عالية جدا. تكمن مشكلة المواد السامة بأنها مواد غير قابلة للتحلل. أوكي؟ هاي المواد، يعني مثلا لو جبت فينة، دائما بضرب هذا المثل عندكم، بحكي لو جبت فينة وزتيتها على التربة ممكن لو نرجع لها بعد فترة زمنية معينة ألاقي الفينة إنه بلشت طبعا اندفنت في التربة إنها تتحلل، لأنه أصل الفين خشب مثلا على سبيل المثال. لكن لو جبت كيس نايلون وهذا الكيس النايلون حطيته، أرجع له بعد 10 سنين رح ألاقي كيس نايلون، تكمن خطورته بأنه هو مواد غير قابل للتحلل. أوكي؟ هلا مصادر المواد السامة ممكن تكون عندي طبيعية، يعني مثلا الرصاص، لما أحكي على سبيل المثال الرصاص موجود بالصخور. أوكي؟ من الممكن أن يكون تحرر بالصخور، من الصخور نتيجة العمليات التجوية والتعرية والترسيب وما إلى ذلك. أوكي؟ والتعدين. لكن أيضا تكمن خطورة المواد السامة لما تكون من مصادر غير طبيعية، من المصادر اللي بيصنعها الإنسان، زي ما حكيت، من الممكن ايضا زي ما حكيت انا عن المصانع او النفايات المنزليه. اوكي، يلي بعده في عندي اللي هي النقطه السادسه، المقصود فيه التلوث الحراري. التلوث الحراري، التلوث الحراري هذا بينجم، يعني مثلا انا في عندي محطات توليد كهرباء. هاي محطات التوليد الكهرباء كما ذكرت في بداية الفيديو بينجم عنها حرارة عالية، هذا حكينا في بداية الفيديو احنا اللي هي رفع كفاءة تحويل الطاقة، انه هاي الحرارة مفقودة. هلا محطات توليد الطاقة هاي الحرارة اللي بتنجم خطرة، فلازم انهم يعملوا عملية تبريد للآلات الموجودة في محطات توليد الكهرباء والصناعات الكبيرة. هلا كيف بدهم يبردوا هاي المحطات، هاي الآلات؟ بيضخوا مية فيها، نتيجة لعملية إن أنا هاي المية بتدخل، درجة حرارة المية عندي شو مالها بترتفع، فبتسبب عندي تلوث حراري. لاحظ بالرسمة عندك الأسماك ميتة، ليش الأسماك ميتة؟ لاحظ كيف هيك مبين بأنها ميتة، نظرا إن أنا درجة حرارة المية عالية جدا. بصف تاسع أخذنا العلاقة ما بين درجة الحرارة والذائبية. لما أحكي لك درجة الحرارة وذائبية مواد صلبة، معناته أنا بحكي كلما زادت درجة الحرارة ذائبية المواد الصلبة بتزيد.
أوكي؟ لكن لما بدي أربط درجة الحرارة بدائبية الغازات، الموضوع اختلف. إنه كلما زادت عندي درجة الحرارة، دائبية الغازات شو مالها بتقل. يعني لما ترتفع عندي درجة حرارة المي، أوكي؟ أكيد السمك حيموت، لأنه نسبة الأكسجين الذائب في المي عندي حتقل، ناهيك إنه أساسا رح يتغير عليه درجة حرارة المي. أوكي؟ إنه درجة حرارة المي المعيارية لازم تكون عندي 20 سلسيوس. إذا التلوث الحراري بيلعب عندي دور جدا مهم، أو دور أو شكل جدا قوي من أشكال تلوث المياه. سبعة اللي هي ملوثات المياه البحار والمحيطات. طلع على هاي البطة المسكينة، بطة مغطية بالمشتقات البترولية، طبعا هي ناتجة من تلوث مياه البحار والمحيطات بالنفط. كثير بنسمع عن عمليات تسرب ناقلات للنفط، تسرب النفط من هاي الناقلات، من هاي السفن العملاقة الضخمة للبحار، بينجم عنه طبعا الموت الكثير من الكائنات البحرية. كذلك الأمر اللي هي رمي المصانع كميات كبيرة من النفايات الصناعية والمنزلية السائلة والصلبة، طبعا بتأثر كثير على الكائنات البحرية. أوكي؟ هلا آخر شيء اللي هي تمانية، آخر تنتين. التمانية اللي هي الكائنات المسببة للأمراض. لما نحكي عن الكائنات المسببة للأمراض، أنا بحكي عن البكتيريا، عن الفيروسات، عن الطفيليات. هلا هاي الكائنات الحية الدقيقة بتعيش في المية، بتسبب العديد من الأمراض للإنسان وللحيوان بغض النظر عن مين سببت المرض. المهم هاي وجودها في المية يعتبر عندي تلوث حيوي بصنفه. مثلا زي لما احكي لك عن البكتيريا، البكتيريا بتسبب عندي مثلا مرض الكوليرا، بتسبب عندي التهابات معوية، وهي الأمراض قد تكون قاتلة في بعض الأحيان. مثلا وجود الفيروسات من الممكن يسبب عندي شلل الأطفال، الإسهالات المعوية. مثلا وجود الطفيليات في المياه ممكن يسبب عندي بعض الأمراض أيضا، زي البرهريسيا. طبعا هدول اللي حكيتهم، البكتيريا والفيروسات والطفيليات والأمراض اللي بتسبب لهم، موجودين بجدول في الكتاب. هلا لما نبلش بالتخطيط راح أفرجيك إياهم. آخر شيء اللي هي الرسوبيات. عندما أتحدث عن الرسوبيات بحكي هي هلا المياه. مثلا لما أحكي عن الأنهار، النهر طالما هو جاري هو حامل معه، بياخذ كل شيء بطريقه، الأتربة، الحصى الصغيرة. هلا هاي الرسوبيات بتسبب أيضا بدرجة من درجات تلوث المياه. ليه؟ لأن الرسوبيات بتعمل عندي على عكورة المي. عكورة المي هاي من الممكن إنها تقتل عندي النباتات. كيف من الممكن تقتل عندي النباتات؟ من الممكن إن عكورة المي هاي تمنع وصول أشعة الشمس لهاي النباتات. الرسوبيات العالقة، الأتربة العالقة بالمية بتسبب عندي عكورة، هاي العكورة بتمنع وصول أشعة الشمس أو ضوء الشمس إلى النباتات الموجودة، فبتمنع نموها فبتموت. أوكي؟ كذلك الأمر أو الحيوانات، برضو الحيوانات كتير بتتأثر في موضوع الرسوبيات. الحيوانات من الممكن تموت أو من الممكن إنها تهاجر إلى أماكن أخرى بعيدة على منطقة التلوث نفسها. أوكي شباب وصبايا، لهون نحن أنهينا الشرح. هلا بدي أبلش معاك أفرجيك المادة كيف مطروحة بالكتاب. أوكي؟ أوكي هلا نحن صفحة 150 و 151 المرة الماضية خططهم. هلا نحن هون بلشنا في استدامة الموارد غير المتجددة. عرفنا شو مفهوم استدامة الموارد، هي استغلالها بشكل منظم لتلبي حاجاتنا من دون إحداث خلل في الأنظمة البيئية. التنمية المستدامة اللي هي تحقيق التوازن بين حاجات البشر الأساسية والكمالية مع المحافظة على وفرتها في الطبيعة وتنميتها. طبعا هذا كله أنا شرحته بالفيديو، بس أفرجيك إياه كيف معروض بالكتاب. هلأ صفحة 152 في عندي اللي هي استدامة موارد الوقود الأحفوري.
كيف بتتحقق استدامة موارد الوقود الأحفوري؟ أول شيء اللي هي الحفاظ على موارد الطاقة، الحفاظ على موارد الطاقة من الوسائل الأسهل والأقل تكلفة، وذلك بتقليل اعتمادنا على موارد الطاقة، زي مثلا التوقيت الصيفي، يعني هاي واحدة من طرقه، زي مثلا استخدام المواصلات العامة، أوكي، بديلا عن السيارات الخاصة. تنين اللي هي التوجه إلى استخدام الموارد المتجددة وغير قابلة للنفاذ، زي الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة الحيوية. الطاقة الحيوية رح نحكيها بالتفصيل، والطاقة الشمسية والرياح برضو رح نحكيها بالتفصيل لقدام. هلأ تنين رفع كفاءة تحويل الطاقة، بهمني هون مثلا عن المباني الخضراء. شو هي؟ هي مباني تراعي المحافظة زي ما على الموارد البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء، و و و و وهي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام المواد العازلة للاستفادة منها في التكييف والتدفئة وإعادة استخدامها وما إلى ذلك. طبعا كل شيء تحتيه خط مطلوب منك. هلا كل شيء طبعا كالمعتاد، كل شيء تحتيه مش خط، هو أنا شرحته شرح تفصيلي في الفيديو، لكن فالأهم يعني أحيانا بيكون الكلام مكرر عندنا. هون استخدامنا الفحم الحجري لتوليد الطاقة الكهربائية، نقوم بحرقه للحصول على الحرارة اللازم لإنتاج البخار الذي يحول التوربينات توليد كهرباء، في هذا فقد للحرارة إلى المحيط الخارجي. أوكي، هون الإشي اللي شرحته في الفيديو. هلأ بقى اللي هي استدامة الموارد الفلزية والغير الفلزية، تعد الموارد المعدنية الفلزية وغير الفلزية من الموارد القابلة للاستنزاف كونها موارد غير متجددة. في الجدول الموجود قدامك مبين لي الاستهلاك العالمي لكل من الألمنيوم والنحاس والنفط والغاز الطبيعي، والاستهلاك العالمي في عام 1980 وهون 1950. شوف كيف الإشي بيزيد بيزيد لكل من الموارد الموجودة عندي. شوف توقع سنوات النفاذ من عام 2000، طلع يعني في المستقبل القريب. اوكي، هلا صفحة 154 بحكي لي عن الموارد المعدنية والفلزية وغير الفلزية، كيف انا بعمل لها عملية استدامة. اول اشي بتقليل الحجم، وهو تقليل حجم مواد التغليف الاوعية. اثنين، اعادة الاستخدام، اعادة استخدام المنتج اكثر من مرة. ثلاثة، التدوير، هو إعادة استغلال ما تلف المنتجات الموارد الفلزية وغير الفلزية، وفي ذلك توفير هائل للطاقة نحتاجها لاستخلاصها من خاماتها. آخر نقطة حكيت عنها وشرحتها بالفيديو اللي هي رفض النمط الاستهلاكي وتغييره، وذلك باستخدام ما عندك من أدوات وأثاث، ولا تستبدل به ما تعتقد أنه أحسن منه. أوكي، ننزل هلأ للتلوث البيئي. أول شيء في عنا مفهوم التلوث، هو دخول مادة كيميائية أو حيوية أو فيزيائية أو طاقة أو أحد عناصر البيئة، ماء وهواء وتربة، يحدث بيأثر في الخصائص الكيميائية والحيوية. أنواع التلوث، في عندي أول شيء اللي هو تلوث الماء، هو إضافة أي موارد أو طاقة يمكن أن تغير في الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية للماء، تجعلها غير ملائمة للأغراض التي كانت تستخدم قبل التلوث. أوكي، يلا يا ماما، صفحة 156 في عندي هون المصادر الغير النقطية، هاي تعريف، بدي أسرع لأنه هذا الشرح كله أنا شرحته بالفيديو، بس بدي أخطط لك، بس بدي أخطط لك. في عندي ملوثات سطحية، المواد المستهلكة للأكسجين، أي مادة موجودة في الماء يمكن أكسدتها بسميها الأكسجين، هاي المواد من الممكن تكون عندي عضوية، أوكي، أو من الممكن تكون عندي غير عضوية. أوكي، هلا بهمني هون إنه الأسماك تحتاج لاستمرار حياتها درجات حرارة من 20 سلسيوس، يعني هاي الظروف اللي لازم توفرها عشان الأسماك تعيش. تنين، في عندك الأكسجين المستهلك حيويا، كمية الأكسجين، حدية الماء، يعد الأكسجين المستهلك حيويا تحت تلك الظروف مؤشر على درجة التلوث. أوكي،
يعني هون بحكي لي كمان معلومة جميلة، يجب ألا يزيد الأكسجين المستهلك حيويا في الماء الصالح للشرب عن 0 مللي جرام لكل لتر. كمية الأكسجين من 1 لـ2 مللي جرام بتموت الأسماك. أوكي، تحت في عندنا نشاط ما بهمناش كثير، صفحة 158 معطيني عن الإثراء الغذائي، زيادة تركيز النترات والفوسفات. شو يعني الإثراء الغذائي؟ هي الوفرة في الغذاء، نمو الطحالب، أنواع أخرى من النباتات، لإيش بيسبب روائح كريهة، ارتفاع السمنية، انعدام صلاحية الشرب كمان، وأيضا انخفاض تركيز الأكسجين. المواد السامة، مصادر المواد السامة إما بتكون عندي طبيعية بتتحرر من الصخور أو يصنعها الإنسان زي صناعتها. هذا الجدول مطلوب منك حفظ كامل. أوكي، قديش الحد الأعلى المسموح فيه؟ أوكي ماما، هلا تعال صفحة 159، في عندي الكائنات المسببة للأمراض، هذا الجدول مطلوب منك حفظ. أوكي ماما، مطلوب منك حفظ اللي هي البكتيريا والفيروسات والطفيليات. في عنا هون الرسوبيات، عكورة، هيها عفوا، هون عكورة للمياه وقتل النباتات أو كامل، تمنع هذه الرسوبيات ضوء الشمس من الوصول للنباتات وما إلى ذلك. هيوتا صفحة 160، سريع سريع، التلوث الحراري، هيوتو نتيجة صرف لهون لعند التلوث الحراري، يمكن أن يسبب هذا النوع نقصا في تركيزها الأكسجين المذاب اللازم للكائنات الحية. ملوثات المياه والبحار آخر إشي، اللي هي الصناعات المنزلية وما إلى ذلك. وهون عند البطة صفحة 161، تلقي السفن المحملة لعندية الساحلية. هيك منكون شباب وصبايا أنهينا الحديث عن ملوثات المياه السطحية، المرة الجاية رح نحكي عن ملوثات المياه الجوفية. عخير، دمتم سالمين، يعطيكم العافية.